لحسن الحظ النهارده انا حضرت سيشن ليها علاقه بالارتفيشال انتليجنس, والمفروض ان هو كان في سبيكر حد كويس جدا يتكلم, عمل ريفرشمنت اكشوال ماشين ليرنينج ديفرنت الجوريزم ان سوبرفايزد ليرنينج ان ان سوبرفايزد ليرنينج اولدون انا عندي اوريدي باك جراوند ونو هاو ريجاردينج ذس ديفرنت الجوريزم, بس انا حبيت الريفرشمنت اللي هم عملوها. ام فيري انتريستد او اكسايتد ان انا اعرف ايه اللي هيقدموه في التكنولوجيز اللي جايه لايك اي او تي وبالتحديد طبعا ماشين ليرنينج, وفي برضه بلوك تشين. بما ان انا جايه من كوربريت فانا انتريستد تو نو اباوت يوز كيسز اباوت بزنس ترانسفورميشن ديجيتال ترانسفورميشن, وازاي هيعملوا هيقدموا لنا يوز كيسز في الاجزاء دي من التكنولوجي.